مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين برلين عربي. نزل حاليا الاي او اس 18، لكن بعض الأجهزة ظهر عندهم غير قادرة على التنزيل، فحبيت أنه أشرح لكم حل لهذه المشكلة. لكن قبلها طلب أنه تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. حتى أشرح لكم عن هذه المشكلة وحلها راح أدخل من داخل الآيفون اللي ظهرت به مشكلة XS Max. ندخل من داخل الآيفون وأشرح داخل الآيفون XS Max وأدخل على الإعدادات مثل ما تشاهدون هنا، أدخل على عام وتحديث البرنامج، ظهر عندي هنا غير قادر على التنزيل، هنا مطلوب مزيد من المساحة على الأقل 7 جيجا لازم يكون. فأني مثل ما تشاهدون هنا الاي او اس 18 غير قادر على التنزيل. طبعا حتى تحدث لازم يكون شبكة واي فاي والشحن فوق 50 مثل ما تشاهدون 77. اللي راح أعمله راح أرجع إلى الوراء وأروح على مساحة التخزين 61 مثل ما تشاهدون، أحذف الانستغرام حتى أوفر مساحة، وأروح على الفيديوهات اللي موجودة. طبعا السناب هم حذفة، هاي كلها حتى تزيد المساحة عندك. وبعدها أروح على الصور، هنا بعد ما دخلت على الصور شكو هنا هذولا الفيديوهات كلهم أحذفهم. الآن أروح على المحذوفة مؤخرا، أدخل على الألبوم المحذوفة مؤخرا وأرجع أعمل تحديد وحذف الكل. الآن حذفت، أرجع أدخل مرة ثانية وأروح على المساحة مرة ثانية عفوا، ونتأكد المساحة كم صارت. ندخل على المساحة، المساحة صارت 56، نزل تقريبا 10 جيجا مع حذف التطبيقات. الآن التحديث ممكن مثل ما تشاهدون، حل بالآي أو إس 14.7، لكن آي أو إس 18 ما يقبل يحدث. فاللي عملت، إعادة تشغيل للآيفون وانحلت المشكلة. والآن مثل ما تشاهدون بعد ما عملت إعادة تشغيل أروح على الترقية إلى آي أو إس 18، ظهر عندي 3 أو 49، وراح أعمل تحديث الآن وأدخل رمز الدخول، لا تنسون رمز الدخول، وراح يظهر التحديث والآن موافقة، وراح من الممكن أنه نحدث الآن. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.